أردت أن أكون قادرة على رد الجميل للمجتمع، فأصبح الحلم حقيقة. عندما فتحت المتجر، قال الناس لي إن مساحته كبيرة وأنني لن أستخدمها كلها، أما أنا فكنت أرغب بها حتى يدخل المجتمع إليها ويشعر وكأنه في المنزل تقريبا. العملاء رائعون، إنه إحساس مجتمعي قوي. يخرج الناس المحليون خلال أيام الأسبوع في عطلات نهاية الأسبوع، فأصبحنا مقصدا. عندما يرون ما نفعله هنا يأتون ويتحققون من ذلك. إن الأمور في نمو مستمر، فمنذ أن بدأنا بالعمل انتقلت على الأقل أكثر من 6 أعمال تجارية أعرفها إلى المنطقة. ينشر الناس الكلمة ويستمر عمل التجاري في النمو كل عام، وهو أمر مذهل بالنسبة لي وأشعر بأنني محظوظة للغاية. يصبح الناس الذين يأتون إلى هنا جزءا من عائلتي، فالناس طيبون والمدينة مذهلة والمنطقة رائعة.